السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده بنواصل معاكم سلسله الحلقات اللي احنا خصصناها عن موضوع الاواني والاوعيه اللي ممكن نحفظ فيها الطعام او نسوي فيها الطعام. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الحلل السيراميك والمقارنه بين السيراميك والجرانيت والستانلس ستيل، وخصصنا حلقات مخصصه عن الستانلس ستيل والجرانيت لوحدهم. النهارده هنتكلم شويه عن موضوع مختلف بس له صله بموضوع حفظ الطعام، الا وهو العلب او علب الحفظ البلاستيكيه. علب الحفظ البلاستيكيه، طبعا البلاستيك هو من الخامات اللي توسع استخدامها جدا في الفتره الاخيره، ونقدر نسمي العصر اللي احنا فيه زي ما بنقول عليه عصر المعلومات كده، ممكن نسميه عصر البلاستيك. كل حاجة من حوالينا، لو احنا بصينا كده من حوالينا هنلاقي البلاستيك بيتصنع منه اشياء كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا، منها طبعا حاجات متعلقة بالطعام وحفظ الطعام والمنتجات اللي ليها علاقة بالاكل والشرب، وده طبعا دي اساس موضوع قناتنا معكم. علب الحفظ، علب الحفظ البلاستيكية بنحفظ فيها الطعام سواء في التلاجة او في الفريزر. ازاي نختار علب الحفظ البلاستيكية او الاوعية البلاستيكية بحيث ان احنا نحمي نفسنا من اضرارها، لان البلاستيك له اضرار كتير. طيب مبدئيا، ما هو البلاستيك؟ البلاستيك هو مواد معقدة التركيب مكونة من جزيئات كبيرة في الحجم شوية، انا مش عايز ادخل في تفصيلات علمية، ولكن هو مواد معقدة التركيب. مشكلتها الأساسية معانا إن هي لما بتتعرض لدرجات حرارة عالية أو لدرجات برودة عالية بتتكسر الجزيئات ديت، الروابط اللي بينها بتتكسر وبينتج مواد ضارة جدا بالجسم. إحنا عندنا البلاستيك في حياتنا سبع أنواع، في منهم الآمن وفي منهم النص آمن، ممكن استخدمه في حاجات وما استخدموش في حاجات، وفي منهم الضار تماما اللي ممنوع استخدمه في حاجة ليها علاقة بالأكل والشرب. بنعرف أنواع البلاستيك إزاي؟ من خلال الأرقام اللي بتبقى موجودة على ظهر العلب البلاستيكية، اللي هي بتبقى عبارة عن مثلث عبارة عن أسهم متداخلة، والرقم جواه، الرقم جواها، وده طبعا البلاستيك الامن اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو رقم 5، وده من انواع البلاستيك من الانواع السبعه. وهنلاقي مكتوب في الرمز بتاعه بيتكتب بشكلين، لاما المثلث اللي احنا قلنا عليه بالاسهم المتداخله وفي قلبيه رقم وتحتيه بي اند بي، ودي اختصار ماده البولي بروبيلين اللي هي مصنوع منها البلاستيك، او بيكتب بطريقه علامه الشباك او علامه المربع، وبيبقى مكتوب جنبيها رقم 5 وبعد وتحتيها برضو مكتوب بي اند بي. دي احد انواع نماذج علب الحفظ اللي ممكن نقدر نستخدمها سواء في الثلاجه سواء في الفريزر، ويبقى عليها رموز انا معرفش هتبان الحقيقه ولا لا معانا، عشان هي العلبه شفافه ممكن تتغسل في الديش ووشر او غساله الاطباق، وممكن تتحط دي علامه معناها علامه التجميد، وممكن احطها في الميكرويف، وان كان برضو انا يعني لا افضل ان انا استخدم البلاستيك في الميكرويف، وممكن تتحط في التلاجة. يبقى دي ممكن اجمد فيها الاكل وممكن احفظ فيها الاكل في التلاجة على درجة 4 مئوي في التلاجة او على ماينس 4 في الفريزر. طبعا لما بنشوف يفضل طبعا ان الغطاء بتاع علب الحفظ يبقى من جواه جوان كده من البلاستيك او من الكاوتش، عشان يحكم القفل على العلبة عشان يحفظ لي الطعام لفترة طويلة في التلاجة. طيب ايه تاني من انواع البلاستيك اللي انا ممكن استخدمه؟ في طبعا انواع تانية من البلاستيك رقم 5 اللي ده برضو احد الامثلة، ده عبارة عن مكيال بنستخدمه في وضع المكاييل، يعني مقدار اللبن مقدار العصير مقدار اي حاجة اللي انا ممكن استخدمه مثلا في الكيكة او في المعجنات، بيبقى مدرج من الداخل، ودي ماركة فيتنامي اسمها صوفيا، وبرضو بلاستيك رقم، هنا لو بصينا هنلاقي البلاستيك رقم 5 ومكتوب تحتيه بي اند بي. ده احد النماذج بتاع البلاستيك الجيد اللي هو البلاستيك الامن. طبعا اخطر انواع البلاستيك هو البلاستيك رقم 3
ورقم 6 ورقم 7، 3 و6 و7. لو لقينا اي وعاء مكتوب عليه الارقام ديت، اي وعاء بلاستيك اي مكتوب عليه الارقام ديت، هيبقى ضار جدا وممنوع منعا باتا ان انا استخدمه في حاجة ليها علاقة بالطعام او بالشراب. دي بقى نماذج، جبت لكم نماذج من العلب مجهولة المصدر. ممكن يكون شكلها حلو وشكلها ظريف، ولكن لو نقلبها يمين نقلبها شمال مش هنلاقي عليها اي هوية خالص. العلب دي يا جماعة بالذات اللي ملون منها، الالوان بتاعتها بيبقى فيها ضرر، والمادة بتاعت البلاستيك اللي فيها فيها ضرر، وفي الاغلب بتبقى طالما ما تكتبش عليها رقم بتبقى بلاستيك، يا اما رقم 6 يا اما رقم 7 او رقم 3، البلاستيك السيء. فبيبقى طبعا الايه الدنيا فيها سيئة للغاية، وممنوع منعا باتا ان انا احفظ فيها اي طعام من اي نوع. حتى ان شاء الله لو كنت هحفظ فيها رز ني اخده اطبخه، ما ينفعش استخدم اخزن فيها حتى اي محصول جاف، لو فاصوليا او لوبيا او اي بقوليات جافة واستخدمها، ضارة جدا. العلبة اللي مجهولة المصدر اللي مش عليها اي ارقام، برضو دي احد انواع العلب برضو الشفافة مش ملونة، ولكن لو انا بصيت عليها من ورا ومن قدام ومن هنا هلاقيها علب مجهولة المصدر، ما فيهاش اي علامة تؤكد او تشير الى انها البلاستيك ده معمول من نوع ايه. احنا عندنا زي ما اتفقنا 7 انواع من البلاستيك، فانا مش عارف ده معمول من نوع ايه. طالما الشركة ما كتبتش عليه الرقم يبقى هو بلاستيك ضار، يبقى ما استخدموش في الاكل والشرب. حاجة مهمة جدا برضو للأسف في ناس كتير بتستخدمها، زجاجات المياه الطبيعية. يعني برضو بالمناسبة احنا بنطلق على المية اللي احنا بنشربها ايا كان ماركتها، يعني مية معدنية. في فرق كبير يا جماعة من المية المعدنية والمية الطبيعية. انت لو شفت المية هتلاقي مكتوب عليها natural water مش mineral water. المية المعدنية هي مية بتبقى غالية نسبيا وتبقى طالعة من ابار جوفية بشكل معين بنسب معادن معينة، انما natural water هي مية عادية جدا بس معاد تكريرها ومعاد تظبيط الاملاح فيها. ايا كان المية الناتشرال ووتر او المية الماء الطبيعية اللي احنا بنشربها، البلاستيك بتاعها من رقم 1. لو بصينا هنا هنلاقي في كعب الازازة من تحت المثلث وجواه رقم 1. رقم 1 ده معناه ان اهو، معرفش اللي هو عشان شفاف الكاميرا هتجيبه ولا لأ. ايوه اهو ده المثلث وعليه رقم 1. خطورة ده ايه؟ خطورة ان البلاستيك رقم 1 ايه؟ ان هو بلاستيك معد للاستخدام، الحاجة ليها علاقة بالغذاء ولكن لمرة واحدة فقط. المفروض ان انا بعد ما تفضى الازازة ارميها مباشرة وما عيدش استخدامها، ما احطش فيها ازازة واحطها في مية تانية احطها في التلاجة. المية هتتفاعل مع البلاستيك اللي اصلا متصنع عشان يستخدم مرة واحدة بس. طب الدليل العملي على ده ايه؟ ان احنا لو استخدمنا الازازه دي لفتره طويله هتلاقي الازاز الشفاف اللي باين عليه شفاف كده وجميل هتلاقيه بدا يعتم، بدا لونه يبقى مغبش او يغير، او هتلاقيه بقى شويه مش شفاف زي كده. ده دليل على ان الماده اتغيرت، ماده البلاستيك اللي مصنوع منها الازازه اتغيرت وتكونت مواد اخرى انضافت للميه اللي انا شربتها. ودي مواد خطورتها ان هي بتتراكم في الجسم على مدار وقت طويل، وبالتالي بتؤدي الى بقى الامراض اللي احنا بنسمع عنها، السرطانات والعياذ بالله والفشل الكلوي والحاجات دي كلها. خطورة موضوع البلاستيك يا جماعة ان هو مش اول ما هاكله أو هاكل حاجة معبأة في بلاستيك دار ان هيجي لي مثلا اعراض زي الاسهال او مغص او حاجة من دي. لا، دي امراض صامتة. الامراض دي بتبقى صامتة لانها امراض تراكمية، الجسم بيفضل يستحملها يستحملها يستحملها، وبعد كده يجي في الاخر والجسم يفشل في ان هو يتصرف في المواد اللي دخلت الكبد ودخلت الجسم ودخلت الكليه، وبالتالي بيحصل بقى شوت داون للجسم كله، الجسم كله يبتدي يشتكي من اورام خبيثه وما الى ذلك. وطبعا احنا عندنا مستشفيات الاورام وحاجات العلاج الكانسر وكانسر الاطفال والحاجات دي كلها، يعني ايه ربنا يعافينا واياكم، بقت نسبها كتير وعدت المعدلات العالمية خالص. فلازم ناخد بالنا من انواع البلاستيك اللي بنحفظ فيها الاكل، لان ده بلاستيك بيتخش التلاجة ممكن احط فيه حاجة وهي سخنة، وممنوع حتى البلاستيك نمرة 5 احط فيه احفظ فيه اكل او طبيخ او خضار مطبوخ وهو لسه سخن، مهما كان برضو لازم احطه وهو بارد شوية وبعد كده احفظه في التلاجة.
يبقى احنا عرفنا الماركات اللي ممكن. دي ماركه برضو احنا نسينا نقول عليها، ماركه اسمها لوك اند لوك، دي ماركه متخصصه في علب الحفظ، بتستخدم بلاستيك رقم 5. يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده. وبرضو كلمه اخيره قبل ما انهي الحلقه عشان ما اطولش عليكم، لو انا مش عارف البلاستيك اللي مكتوب عليه رقم 5 ده مكتوب بجد ولا مغشوش، طب ما هو ممكن اي شركه مجهوله المصدر برضو تعمل لي عليه رقم 5 وتبيعه لي، يعني هو اللي مكتوب هو اللي هنصدقه. بعرف ازاي ان البلاستيك مغشوش؟ البلاستيك رقم 5 البلاستيك مرن الى حد كبير، بياخد ويدي معايا في يعني ما بيتشرخش بسهوله، لما انا اضغط عليه الاقيه مرن معايا مش قابل للكسر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو بعد استخدام فتره في التلاجة او في الفريزر من مره لمرتين اللون بتاعه ما يغيرش، بيفضل كلير وشفاف زي ما هو. لو انا جبت علبه حفظ بحفظ فيها من اي ماركه من اي نوع، حتى ان شاء الله يكون احسن الماركات، لان كل الماركات قابله دلوقتي للتقليد، وحطيتها في الفريزر مره او اتنين، او حطيتها في التلاجة مره او اتنين ولقيت لونها غير، تبقى هي مغشوشه حتى لو كان مكتوب عليها 50 مش 5، لو فرضنا يعني ان في بلاستيك رقم 50. فما صدقش الرقم اللي مكتوب عليها، لان ده مؤشر اساسي ان البلاستيك خامته وحشه والماده بتاعته اتغيرت بفعل التبريد وبدا ينتج مواد ضاره. بكده يبقى خلصت حلقتنا النهارده. يا رب نكون قدرنا نفيدكم في موضوع علب الحفظ. ما تنسوش اشتراك القناه ولايك للفيديو وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.